الزوراء وتلعب بعشرة لاعبين وتحقق الفوز وتخطف نقاط. هذه ركلة جزاء. ركلة جزاء لنادي الزوراء. نعم ركلة جزاء بهذه اللحظات بالدقيقة 92 أو بالدقيقة 93 وبطاقة حمراء. نعم بطاقة حمراء أخرى. بطاقة حمراء أخرى في المباراة. خلي نشوفها بالإعادة. هذه مدرجات الزوراء تشتعل المدرجات بهذه اللحظات. يطالبون خلاص يقولون واحد التعادل أفضل من الخسارة. التعادل أفضل من خلي نشوف هذه الإعادة. لؤي العاني لؤي العاني وكان قريب يوسف سعيد كان قريب جدا. شاهد الإعادة. كانت هناك ركلة جزاء وواضحة يا أحمد فاضل واضحة جدا. وغضب الكابتن سعد حافظ هذا ما كنا نخشاه.